بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة أمل تشانل. النهاردة إن شاء الله هشرح درس جديد من دروس جيمب، والنهاردة هشرح إزاي إن إحنا نغير في حجم الفرشة اللي هي البراش تول. أنا عندي البراش تول أهي، هي دي، بدوس عليها بالشكل ده كده، وده الحجم اللي ظاهر عندي. طيب السايز بتاعه أو الحجم ده أنا بصغر وأكبر عن طريق إيه؟ عن طريق الجزء ده. شايفين الجزء اللي هنا ده؟ هو ده اللي بصغر واكبر، لا اما ان انا بقف عليه بالشكل ده كده زي ما شايفين، واجي احرك بالماوس اهو، كل ما بحرك لكده بيكبر معايا. شايفين كبرت معايا. لو انا رجعت تاني بالماوس لجوه بالشكل ده كده صغرت معايا، او عن طريق الاسهم اللي احنا شايفينها دي بصغر واكبر. انا كده اهو بالشكل ده كده بكبر البراش تول عن طريق الاسهم دي. طبعا الاسهل ان احنا بنحرك الجزء ده كده فبيغير معانا البراش تول اهو، كبر معانا زي ما احنا شايفين، او عن طريق كنترول مع الت الاتنين بندوس عليهم وبنحرك الكره بتاعت الماوس. احنا شايفين ما بنيجي نحركها بالشكل ده اهي بيصغر، بحركها الجهه المقابله ليها بيكبر معانا. يبقى احنا عن طريق ان احنا بنحرك الكرة بتاعت الماوس مع ان انا دايسة على كنترول مع الت، ممكن ان انا اتحكم برضو في حجم البراش عندي زي ما احنا شايفين كده. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.